انا النهارده مش ببص على 10 15 شركه من ال 155 شركه اللي بتشتغل، احنا بنبص على ال 155 مصنع دولي في مصر، واللي ممكن يوصلوا حوالي 100 وحاجه و90 مصنع في ظرف السنه اللي جايه. دول لازم ان احنا نزود الاستثمارات بتاعتهم، ونزود بالتالي التصدير بتاعهم، ونزود حجم الاعمال بتاعهم. حجم شغلنا في السوق الافريقي ما وصلش لنص في الميه، احنا بنتكلم على سوق دلوقتي داخل على 21 مليار، واحنا كل اللي بنصدره ما جاش حوالي 75 مليون، فاحنا النهارده عندنا في مساحه كبيره ممكن ان احنا ندخل فيها ونثبت نفسنا فيها. التارجت بتاعنا ان احنا على 2030 نوصل ل 10% من حجم السوق، اللي هو هيبقى ساعتها تقريبا حوالي 30 مليار. يعني احنا التارجت بتاعنا ان احنا نوصل ل 3 مليار. اتمنى بدعم الصادرات اللي تم دلوقتي نقدر ان احنا باذن الله نوصل ونحقق ونوصل للارقام دي كلها. مش هنستنى لغايه سنه 2030، لا، هنحط لنفسنا كده كي بي ايز كل سنتين، عايزين نوصل لكام عشان نبقى احنا عارفين احنا ماشيين ازاي. انا اشكر الدوله، اشكر رئاسه الوزراء لوقفتهم مع مصنعي الدواء، وباذن الله مصنعي الدواء في مصر دي صناعه داخله على 100 سنه، في كام سنه، في 3 4 سنين جايين هنحتفل ب 100 سنه باذن الله. دي صناعه تستاهل ان احنا نقف وراها، وباذن الله نرفع راسنا قدامكم كلكم. انا متشكر جدا. ماجي جوشي.